ليلة من الليالي المحمدية أقامتها دار الأوبرا المصرية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بمشاركة فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبد السلام. أعمال كلها تراثية وأعمال جديدة موزعة للأوركسترا، بنظهر فن الإنشاد الديني اللي هو أساس الغنى العربي، ولما يبقى عندنا إنشاد ديني قوي هيبقى عندنا فن كويس هادف زي ما تتلمذ على هذا الفن السيدة أم كلثوم والأستاذ عبد الوهاب وكل الأجيال اللي فاتت دي كلها اللي انتوا نشفتها كأسامي عايشة لغاية النهاردة تتلمذت على إيد مدرسة الإنشاد الديني. مش أول مرة مشاركتي مع فرقة الإنشاد الديني، بس بقى لي فترة كبيرة ما اشتغلتش معاهم بصراحة، فالحفلة دي ليها إحساس مختلف عن أي حفلة قبل كده بصراحة، يعني أنا مبسوطة جدا بوجودي فيها النهاردة. شارك أيضا بالاحتفالية النجم إيهاب توفيق بمجموعة من الأناشيد الدينية في حضور عدد كبير من الجمهور الذي يحرص على الاحتفال بذكرى المولد النبوي. المولد النبوي الشريف أعظم ذكرى يحتفل بها المسلمين وغير المسلمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بعثته رحمة لكل العالمين، وإحنا مأمورين بأن إحنا نصل من قطعنا، وبنجل الأديان الأخرى وبنحترم الأنبياء ونقدسهم عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. مولد المصطفى هو أعظم تجلي للرحمة الإلهية للبشرية، فكان مولده أعظم حدث في تاريخ الإنسانية، والاحتفال بمولده هو احتفال بالكمال الإنساني في أرفع درجاته وأعلى منازله.